طيب ملف اخير او مش ملف اخير، عندي ملفين. في ملف متعلق بالتصويت اللي بتطرحه رابطة الانديه على حساباتها في السوشيال ميديا في الساعات الاخيره. وانا من بدايه الموسم بتفرج وبتابع وبشوف نبض الجماهير وتعليقات الجماهير على فكرة التصويت اللي بتطرحه رابطة الأندية على حساباتها في السوشيال ميديا عشان نشوف مين مثلا أفضل جناح أيمن، مين أفضل مدافع، مين أفضل حارس مرمى، مين أفضل محترف. يمكن على مدار الموسم طالما طرحت فكرة التصويت يبقى تتقبل رأي الجماهير. جماهير الأهلي شعبيتها كبيرة، طول ما أنت حاطط لاعب من النادي الأهلي هتلاقي طبعا التصويت مكتسح في صف لاعب النادي الأهلي، والناس حتى في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدوري عارفين كده، بس في شفافيه وما عندهمش مشكله. لكن انا بلاحظ دايما في ملف تصويت رابطه الانديه في مساله وجود لاعب من النادي الاهلي بحس ان هم عندهم حساسيه شويه. ليه؟ انت السنه دي الاهلي كسبان كل حاجه، فطبيعي في اي استفتاء هتحط فيه لاعب من النادي الاهلي هتلاقي بنسبه 95 96% التصويت كله رايح للاعب من النادي الاهلي. وعلى ان انت حضرتك رضيت ان هيكون في لاعب من النادي الاهلي في التصويت فعليك ان تتقبل النتيجه. ولكن مش منطقي لما تطرح بقى تصويت وتقول مين افضل جناح ايمن ما نلاقيش لاعب من النادي الاهلي. مع احترامي الكامل للشخص المسؤول عن ملف تصويت الجماهير من خلال حسابات الرابطه على السوشيال ميديا، وانا عارفه بس مش هقول اسمه دلوقتي، لان انت المفروض راجل مسؤول بغض النظر على الانتماءات. انت هنا بتعمل في حاجه اسمها رابطه الانديه المحترفه، ما بين قوسين المحترفه. بما انك طرحت ملف لتصويت الجماهير عليك ان تتقبل النتيجه، ولكن ليس من المنطقي او المعقول انك تطرح استفتاء تقول افضل جناح ايمن ما يكونش فيه بيرسي تاو. مع كامل احترامي لحضرتك، وما تجيش تقول لي اصل هعمل بعد كده استفتاء عن افضل لاعب اجنبي السنه دي في الدوري، فمش منطقي احط بيرسي تاو مرتين. لا، منطقي جدا على فكره، وخش على حسابات الكاف والفيفا بيتكرر ده. لكن لما تتكلم على افضل جناح ايمن في الدوري الاقي زيزو، مصطفى فتحي، جريندو، رفيق كابو، مع كامل احترامي للاربعه، امال فين بيرسي تاو؟ ده بيرسي تاو السنه دي يعني مفاجاه بقى للمسؤول اللي طرح السؤال ده والاستفتاء ده والتصويت ده. بيرسي تاو السنه دي مرشح ضمن افضل الجوائز او مرشح لجائزه في جوائز الكاف اللي هتتنظم في المغرب ان شاء الله خلال شهر 12. معقوله انت بتعمل جائزه افضل جناح وتصويت الجماهير ما تحطش بيرسي تاو؟ عشان انت عارف لو حطيت بيرسي تاو مع الاربعه او من خلال الاربعه وانت مغمض هياخد اعلى صوت. لكن بيرسي تاو ازاي مش موجود؟ مش منطقيه. برضو لما طرحت فكره افضل مدافع، افضل مدافع يعني انت بتحط مثلا اربعه خمسه ويختاروا منهم اثنين، سته تختار منهم اثنين. لكن حضرتك طرحت اربعه ما كانش منهم يعني افضل مدافع مصري السنه دي في افريقيا، ما بالك بالدوري يعني، ده في افريقيا اللي هي البطوله الاقوى والاهم. تبص على الاسامي، محمود علاء، ده محمود علاء ساب فرقته بسبب الاخطاء الدفاعيه ورايح في لعب في الاتحاد السكندري. حسام عبد المجيد، علي جبر، محمد دبش، فين عبد المنعم؟ مفيش. فيتم استدراك الامر ويتحط عبد المنعم في استفتاء تاني مع محمود مرعي وعمر فايد واحمد رمضان بيكهام. احمد رمضان بيكهام على فكره ظهير ايمن، احمد رمضان بيكهام ظهير ايمن، لكن انت عملت اربعه حطيت من ضمنهم محمد عبد المنعم، رغم ان اساسا عبد المنعم في نفس مركز محمود علاء وحسام عبد المجيد وعلي جبر. الموضوع كده مش ظريف بصراحه. يعني حضرتك طالما عملت استفتاء وتصويت اقبل بالامر الواقع، الجمهور هيقول رأيه، عليك أن تحترم وجهة نظر الجماهير، وعليك أن تحترم وجهة نظر وجهة النظر الفنية في طرح الأسماء المعروضة للاستفتاء. يعني ما تجيش مثلا تقول لي أفضل حارس مرمى ما لقيتش مثلا حاطط الشناوي، هي ما حصلتش، بس مش هتبقى منطقية. أفضل جناح أيمن ما لقيش مثلا بيرسي تاو، أفضل مدافع في البداية ما لقيش عبد المنعم. أنت لو دخلت على التعليقات في الأربعة اللي موجودين في أفضل دفاع هتلاقي على طول في محمود علاء وحسام عبد المجيد وعلي جبر ومحمد دبش، في ناس في التعليقات كاتبه لك محمد عبد المنعم. ده كمان بص بقى رد فعل الناس لما انت طرحت الاربعه من غير عبد المنعم، ادى اعلى تصويت لدبش. ما اصل الناس فاهمه، الناس فاهمه. وبعد ما اختاروا محمد دبش الرابطه اختارت حسام عبد المجيد اللي هو نسبته 10%.
اللي هو نسبته 10%. هو في حد في الرابطه واخد باله من التفاصيل دي؟ يعني احنا بقالنا فتره اصلا ما بنشوفش اجتماعات للرابطه ولا اجتماعات لمجلس اداره الرابطه، ولا عارفين الرابطه اصلا شغاله ازاي، ولا عارفين حتى الرابطه السنه الجايه بتستعد ازاي. لغايه دلوقتي مش شايفين اي حاجه. والرابطه كمان مديها ملف المسابقات للحاج عامر حسين عضو اتحاد الكوره، اللي هو المفروض اصلا الرابطه تعمل كادر جديد تجيبه يعمل حاجه اسمها اداره مسابقات محترفه لدوري الممتاز. طيب بعد كده قال لك بناء على تصويت الجماهير على كل منصات رابطه الانديه، محمد عبد المنعم وحسام عبد المجيد هم افضل قلبي دفاع، بس انا شايف هنا ان دبش واخد اكتر من حسام عبد المجيد. يعني يا جماعه يعني انا مش شايف بصراحه مبرر، انا مش شايف مبرر لكل ده. بعد كده بقى تبص على حراس المرمى، تبص على الباك ليفت، اكيد ما انت لازم تحط معلول مع فتوح مع شكري، هتودي معلول فين؟ هتحطه برده كافضل محترف زي الفكره اللي عايز تعملها على بيرسي تاو؟ ما انت مش حاطط بيرسي تاو في افضل جناح ايمن. بعدين بس لسه كمان بقى هنشوف كمان الظهير الايمن كان محمد هاني، ولسه هنشوف كمان الفتره اللي جايه مين افضل راس حربه، مين هيبقى افضل راس حربه، كهربا ولا محمد شريف ولا هنحط مين؟ السنه دي الاهلي مكتسح في كل شيء، فالمسؤول عضو الرابطه عن ملف التصويت والاستفتاء اللي بيتعرض من منصات السوشيال ميديا لرابطه الانديه، ارجوك اشتغل بنفس السلوجان بتاع اسم الرابطه، رابطه الانديه المحترفه. الانتماءات ما تبقاش غالبه قوي، يا اما تلغوها، يعني طالما الموضوع بيسبب حرج وحساسيه عند البعض الغيها، ما عندناش مشكله، هو مش ده اللي هيكسبنا ولا ده اللي هيخسرنا، بس طالما اشتغلت بشكل بروفيشنال اعلن بطريقه بروفيشنال، واعرض الاسماء بشكل بروفيشنال، واختار طبقا لمعايير فنيه. لما تقول افضل مدافع وانت مغمض، يعني محمد عبد المنعم مش موجود، افضل جناح ايمن بيرسي تاو مش موجود، ولما الناس تختار دبش تحط حسام عبد المجيد، هتقلبها اهل وزمالك بلاها خالص، بلاها خالص. على فكره احنا فضلنا ساكتين فتره طويله، لكن الموضوع زاد عن حده، ولما لقينا في افضل جناح ايمن ما فيهاش بيرسي تاو قلنا لا ستوب بقى كده مش هينفع، كده مش هينفع بصراحه. يعني